النهاردة هنتكلم على two topics صغيرين، جزء منهم ال physicochemical principles، وده خاص بجزء النظري العملي اللي هنمتحنه على شكل sheet آخر الترم في الامتحان العملي الفاينل، وهناخد برضو ال proteins زي ما اتفقنا انه ال proteins هي الجزء الثاني من الجزء العملي. الجزء الاولاني كان الكربوهيدرات، عرفنا هي ايه وتقسيمتها ونشتغل عليها بايدنا ازاي ونعرفها ازاي. النهارده هنبدا نتعرف على البروتينز، وبعد كده هنبدا نشتغل على البروتينز. وفي الامتحان الفاينل هيبقى معايا تو سامبل، سامبل كربوهيدرات وسامبل بروتين. تمام، اول حاجه في الفيسيوكيميكال برينسيبلز عايزين نتكلم عن الاسيدز والبيزز. احنا سمعنا عنها اكيد في النظري، هنتكلم عليها بسرعة جدا. الكومباوند الأسيدز الحمضية هي عبارة عن مواد لما بتدوب في المية بتديني positively charged hydrogen ions. يعني لما بجيب الكومباوند اللي عندي ده وتوبه في مية، بلاقي ان الميديا بقت أسيدك. بعرف ازاي انها أسيدك؟ انه انا عندي في الميديا positively charged hydrogen ions. طيب البيزكس عكسها، compounds لما بتدوب في الميديا بتديني negatively charged hydroxyl ions. الهيدروجين ions اللي هي ال H positive. طب ايه هي الهيدروكسيل ions؟ ال OH negative. دي برضو اكيد شفناها. طيب ايه هي الاسيد والبيزز في الكالكوليشنز، او بحسبها ازاي؟ بحسبها بحاجة اسمها ال pH. ال pH بتاع الميديا لما باجي احسبه، لو اداني رينج معين من الأرقام بقدر أقول إن الكومباوندز دي أسيدك، ولو اداني رينج تاني من الأرقام بقول الكومباوندز دي بيزكس. طيب إيه هو الـ pH ده؟ قالك والله الـ pH هو الـ negative logarithm of hydrogen ion concentration. يعني إيه الكلام ده؟ يعني pH equal minus log H positive اللي هو الـ hydrogen ion concentration. يعني ايه؟ يعني لو جالك مسألة زي دي في الامتحان، قالك انا كان عندي solution الهيدروجين ion concentration بتاعه كانت اي رقم، احنا هنا حطينا 8.3 times 10 to the power of minus 2. عايزة اعرف الكمباوند ده acidic ولا basic. اول حاجة هحسب له ال pH. طب ايه هو قانون ال pH؟ pH minus log الهيدروجين ion concentration اللي هو ده، بحطه في المعادلة زي ما هو بيديني رقم، بعمله بالكالكوليتر بيديني 1.08. طيب عايز اعرف الكومباوند ده اسيدك ولا بيزك، اعمل ايه؟ اعرف بقى الرينج بتاع ال pH بتاع الكومباوندز الاسيدك ايه، والرينج بتاع الكومباوندز البيزك ايه. لو انا عندي ال pH كان ما بين 1 الى 6.9، يعني قبل السبعة على طول، يبقى انا عندي بيزك سوليوشن. ولو الكومباوند 7.1 to 14، يعني فوق السبعة على طول لحد 14، يبقى أنا عندي acidic solution. والرينج اللي في النص اللي هو من سبعة اللي هو هنا ده، يبقى أنا عندي neutral solution. طيب نرجع بقى تاني للمسألة بتاعتنا. الرقم اللي طلع هنا كام؟ 1.08. هبص هنا 1.08، يبقى أنا عندي basic solution. وهتلاقونا هنا كاتبين إن هو basic solution. ده بيجي ازاي في الامتحان؟ بيجي على شكل مسألة mostly، برضو بيجي لك ال hydrogen ion concentration وتحسبه، ساعات بتبقى tricky شوية، فبيجي لك ال hydroxyl ion concentration فبتحسبه برضو، بعدين بتطرحه من التوتال pH اللي هو 14، تعرف بقى ال pH كان كام. طيب ازاي اعرف اقيس ال pH للسوليوشن اللي قدامي؟ انا عندي solution اهو، انا معرفش اصلا الهيدروجين ion concentration بتاعه كام. في اجهزة بتقيس الكلام ده، او في اجهزة بتقيس الكلام ده، وفي methods، في طرق مختلفة. اول method اسمها colorimetric method، وبعد كده عندي method تانية اسمها electrometric method، وعندي اللي انا هستخدمها بايدي في البروتينز اللي هي ال pH by litmus paper. litmus paper اللي هي ورقة عباد الشمس، هنتكلم عليها دلوقتي. بس الليتمس بيبر دي انا عندي نوعين منها، عندي ليتمس بيبر لونها احمر، وليتمس بيبر لونها ازرق. البلو ليتمس بيبر فور اسيديك ديترمينيشن، والريد ليتمس بيبر فور بيز ديترمينيشن. if the solution doesn't change the color of both litmus paper then it's neutral. يعني ايه؟ يعني انا لو جبت الريد والبلو ليتمس بيبر
وحطيتهم في نفس السوليوشن وكل واحدة احتفظت بلونها، يبقى أنا السوليوشن بتاعي نيوترال، وده في حالة كل الكربوهيدرات لو فاكرين كانت كلها نيوترال. ساعتها قلنا بما أننا عارفين أن الكربوهيدرات نيوترال مش بنحتاج أصلا نستخدم لها litmus paper. تمام. طيب الكالوريمتريك ميثود جاي من كلمة color، يعني أنا بستخدم مواد بيبقى ليها لونين مختلفين في الميديا الأسيدك والبيزك. لو أنا عندي مادة، المادة دي بتظهر لون في الميديا الأسيدك وتظهر لون تاني في الميديا البيزك، وبالتالي بحط أنا المادة دي ولما بلاقيها أظهرت لون معين بشوف اللون ده بيظهر في الأسيدك ولا البيزك، وساعتها أعرف أنا الميديا عندي أسيدك ولا بيزك. إيه هي المادة دي؟ المادة دي اسمها indicator. The indicators are weak organic dyes either acidic or basic، يعني عبارة عن مواد فيها صبغة weak organic بتبقى acids أو bases. لما بحطهم في ميديا معينة بيغيروا الكالر بتاعهم في وجود الأسيد والبيز زي ما احنا قلنا. ده كان الأسيدز والبيز والبي اتش والتعريفات بتاعتهم. في حاجة دايما بتيجي في الامتحان بتاع النظري العملي اللي هي اليونتس الوحدات، دي حاجة بيزك جدا احنا كلنا عارفينها. ببقى في أنواع مختلفة من الوحدات، عندي بيزك يونتس اللي هي الوحدات البيزك اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، وحدة قياس الطول متر، وحدة قياس الماس كيلو جرام، التايم. هنا هنلاقي ان التايم دايما بيتقاس بالسكند مش بالمينت، يعني الانترناشونال يونت اللي بيتقاس بيها التايم دايما هي الثانية مش الدقيقة. الالكتريك كارنت بيتقاس بالامبير. درجة الحرارة مثلا الانترناشونال يونت بتاعها هو الكلفن مش السيلسيوس، مش السيلسيوس اللي احنا بنستخدمه، وهكذا. دي بتيجي في الامتحان على شكل سؤال mention two basic units بس مفيش حاجة. طيب الderived unit الوحدات المشتقة زي وحدة قياس الاريا اللي هو square meter، الفوليوم cubic meter، الفورس القوة بنقيسها بالنيوتن، الانرجي بتتقاس بالجول، الباور بيتقاس بالوات، وهكذا. وبرضو دي بتيجي سؤال mention to في الشيت نظري العملي في final العملي. بس كده نيجي بقى للجزء المهم اللي هنشتغله بإيدينا عملي، عشان كده لازم نكون فاهمينه وعارفينه كويس. البروتينز، البروتينز عبارة عن مواد بتتكون من أمينو أسيدز مرتبطة مع بعض بإيه؟ ببيبتايد لينكج. وأكيد الكلام ده سمعناه في النظري قبل كده. البروتينز بيتعمل عليها تستات مختلفة. أول تست بنبدأ بيه اسمه البايرت تست، بعد كده بعمل تيست اسمه الهيت كواجيليشن تيست والروزنهايم تيست. تمام. البايرت تيست بيشترط عليك ان انت يكون عندك اتليست، يعني على الاقل 2 بيبتايد بوندج اللي هما 3 امينو اسيدز ماسكين في بعض. انت لو معاك 3 امينو اسيد ماسكين في بعض هينتج عنهم ان انت عندك 2 بيبتايد لينكج. لو عندك اقل من 3 امينو اسيد مش هيبقى عندك 3 بيبتايد لينكد. ليه؟ الاول نشوف البايرت تيست بيتعمل ازاي. البايرت تيست بجيب 3 ملي من البروتين بتاعي، بحط عليه 2 ملي 40% صوديوم هيدروكسيد، دي ريجنت باتل هتلاقيها موجوده على الشلف عادي، وبعد كده بحط عليه 2 to 4 دروبس كوبر سلفيت تركيزه 1%. بحطه دروب وايز. دروب وايز يعني ايه؟ يعني بحطه ببطء نقطة نقطة. بعد ما بعمل ميكسينج هيظهر لي فايلوت كولر. ده شكل الازازة، ده شكل التست تيوب قبل ما اعمل التست، وده شكل التست تيوب بعد ما احط الكوبر سلفيت واعمل ميكسينج. طيب ايه بقى البوينت بتاعت ان انا ما يبقاش عندي بروتين فيه اقل من 2 بيبتايد بوندج او 3 امينو اسيد؟ لقوا انه الكوبر سلفيت بتعمل لينك مع البيبتايد، التو بيبتايد بوند بتديني شكل هرمي اللي هو الشكل ده. الشكل ده مش بينتج عندي الا بزاويه معينه، الزاويه المعينه دي بتنتج لو انا عندي 2 بيبتايد بوند في الكومباوند، بيبقى شكلها كده ودي الزاويه بتاعتها. فده معناه ان انا لو كان عندي اقل من 2 الشكل الهرمي ده مش هيتكون. الشكل الهرمي ده هو اللي لونه فايلوت، وبالتالي مش هيظهر عندي اللون الفايلوت.
ده أول تيست. تاني تيست، تيست اسمه heat coagulation test. لو احنا عارفين في حياتنا اليومية ان البروتين لما بيتسخن بيكتل، بيعمل white coagulation، زي ما نيجي نعمل بيض، لو انا بقلي بيضة الصبح وانا بفطر ونازل، اول ما البيضة تلمس الحرارة بتتكتل، ودي علامة على وجود بروتين في البيضة دي. نفس القصة، انا لو اللي قدامي ده بروتين يبقى اكيد هيعمل لي كتلة بيضة لما سخنه. طيب التست ده سبيسيفيك لمين؟ لنوع من انواع البروتينز اللي هنشتغل عليها اسمه الايج وايت. بس بعمله ازاي؟ بحط 15 ملي بروتين، وبعد كده بسخن الابر بارت اوف ذا تيست تيوب لحد ما تغلي، يعني بركز الحراره على الجزء العلوي فقط من التيست تيوب، بيبدا يعمل لي وايت كواجيليشن كده. لو حصل الوايت كواجيليشن ده يبقى انا عندي ايج وايت. تمام ماشي. بعد كده عندي روزنهايم تيست. الروزنهايم تيست ده تالت تيست بعمله على البروتينز. بحط 3 ملي بروتينز، بحط عليهم 2 دروبس اوفيريك كلورايد فورمالدهايد، ده كومباوند موجود ريجنت بوتل على الراك. بعد كده بعمل ميكسينج وبحط عليه H2SO4 اللي هو السلفيريك اسيد. ولو فاكرين من المولش، السلفيريك اسيد في بريكوشنز معينه لازم يتعمل بيها، فبنعمل بنفس البريكوشنز دي، بعمله دروب وايز على الوول بتاع التست تيوب، وبينزل بشويش لحد ما يوصل، ومش بعمل بعده ميكسينج، بيديني برضو فايلوت رينج. دلوقتي هنعرف الريزلتس دي سبيسيفيك لايه. تمام. دلوقتي سوا عايزين نعرف معاني التستات اللي احنا اتكلمنا عليها سوا دي والريزولتس، ولو طلع ايه يبقى ايه. الاول عايزين نعرف احنا عندنا كام نوع بروتينز هنشتغل عليها في العملي. عندنا 3 انواع. اول نوع اسمه كازين، وده البروتين الموجود في اللبن. تاني نوع اسمه جيلاتين، وده الجيلاتين اللي احنا عارفينه. وتالت نوع اسمه الايج وايت اللي هو بياض البيض. ماشي. اتفقنا ان انا دايما بعمل التجارب بتاعتي بالترتيب. اول تيست بنبدأه في البروتينز هو البايرت تيست. البايرت تيست ده احنا عرفنا بنعمله ازاي. البايرت تيست لو اديني فايلوت كولر يبقى انا العينة اللي معايا بروتين، اما لو ما ادانيش فايلوت كولر يبقى انا العينة اللي معايا مش بروتين. بعد كده بعمل الهيت كواجيليشن تيست. الهيت كواجيليشن تيست لو ادالي وايت كواجيلنت يبقى انا معايا ايج وايت. طب لو ما ادانيش وايت كواجيلنت يبقى هو واحد من الاثنين الفاضلين اللي هما الكازين او الجيلاتين. عشان افرق ما بينهم بعمل الرياكشن تيست. الرياكشن تيست ده احنا بنعمله يوزنج اليتمس بيبر. ليه بعمله يوزنج اليتمس بيبر؟ عشان الكازين الكالاين، وبالتالي هيغير لون الورقه بتاعه الليتمس بيبر. لو السوليوشن بعد ما حطيت فيه الليتمس بيبر طلع لون الليتمس بيبر ازرق، هي كانت حمراء حطينا فيها السوليوشن بقت زرقاء، يبقى انا معايا كازين. ولو لونها ما اتغيرش يبقى نيوترال، وبالتالي انا معايا جيلاتين او ايج وايت. طب انا اوريدي هنا عرفت الايج وايت، يبقى انا موستلي معايا جيلاتين. اتاكد ازاي؟ اعمل الروزنهايم تيست. لو الروزنهايم تيست ما ادانيش فايلوت رينج يبقى انا معايا جيلاتين. طب لو اداني فايلوت رينج يبقى انا معايا كازين او ايج وايت. افرق ما بينهم ازاي؟ الايج وايت بالهيت كواجيليشن تيست، والكازين بالايه رياكشن تيست او الليتمس بيبر. يبقى كده ان توتال انا معايا 4 تستات بشتغلهم على البروتينز. اوكي، بعد ما بشتغل عايز اكتب الحاجات اللي معايا. اتفقنا ان انا عندي كازين، جيلاتين، وايج وايت. لازم طبعا بنكتب physical و chemical properties. ال physical properties زي ما احنا دايما متعودين ال COTAR، color, odor, test, appearance أو aspect و reaction. وبنكتب ال chemical identifications اللي هم الأربع تستات اللي احنا اتفقنا هنعملهم ازاي. ال proteins دايما هتلاقوا ان ال physical properties بتاعتها color بتاعها لونه أبيض، ريحتها bad odor، ريحتها مش حلوة. لما نيجي نشتغل في المعمل دايما هتحس ان ريحة المعمل مش حلوة. طعمها الكازين طعمه مر، لما تيجي تدوقه هتلاقيه bitter.
اما الجيلاتين طعمه تيستلس، الجيلاتين عامة ملوش طعم، بالنسبة للإيك وايت فطعمه سولتي، طعمه مملح، وده بنحسه برضو لو جينا ندوق بياض البيض، بيبقى طعمه فيه نوع من أنواع الملوحة الخفيفة. بالنسبة للأبيرنس فهتلاقي إن كلهم معكرين لأن هي بروتينز فهي معكرة. الرياكشن كلهم نيوترال ما عدا الكازين بيزك أو الكالين. بنكتب إيه؟ بنكتب بعد كده الكيميكال ايدنتيفيكيشنز، بنكتب التستات، بنكتب الاوبزرفيشن، اتفقنا من الكربوهيدرات اوبزرفيشن يعني انا شفت ايه بعيني، ريزلت يعني اللي انا شفته ده معناه ايه، فايلوت كولر في كل الاحوال يبقى انا معايا بروتين، ثلاثة فايلوت كولر يبقى انا معايا بروتين في البايرت تيست. الهيت كواجيليشن تيست لو نو وايت كواجيلنت يبقى مش ايج وايت، يبقى حاجة من الاتنين التانيين. طيب لو وايت كواجيلنت يبقى انا معايا ايج وايت، خلاص عرفت تمام. بعد كده عندي رياكشن تيست لو هو الكالين يبقى انا معايا كازين، خلاص قانون واحد. طيب لو نيوترال يبقى انا مش معايا كازين، معايا ايه؟ معايا يا جيلاتين يا ايج وايت. روزنهايم تيست لو ما ادانيش فايلوت رينج وهو اصلا نيوترال وهو اصلا ما ادانيش وايت كواجلنت يبقى هو جيلاتين، لان الجيلاتين هو الوحيد اللي مش بيديني فايلوت رينج. اما لو اداني فايلوت رينج فهو يا ايج وايت يا كازين. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الرياكشن تيست زي ما اتفقنا، بلس انه الهيت كواجليشن تيست سبيسيفيك للايج وايت.